طيب عمرو، انت بتفكر الـ 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 او مين اهم لاعب في نادي الاتحاد السكندري من وجهة نظرك؟ نادي الاتحاد عنده لعيبه يعني كتير مهمين، بس هو يمكن اسماعيل احمد هو يعني هو سمعة طبعا. بالظبط، هو لما بيبقى فايق في الاتحاد شكلها بيختلف، على الرغم ان اسماعيل عنده 45 46 سنه. بالظبط. بس فعلا 46 بس هو لا هو قد، انا عارف يعني ما شاء الله يعني خبره بقى، فيزيكلي كويس جدا، وهو زي اللي هو اللي بيحركهم، هو خبراته كبيره، ويعني وفنيا طبعا مش هتكلم عليه ان هو اسطوره يعني في حته ثانيه. طبعا اسماعيل في حته ثانيه، فهو يعتبر هو لما بيبقى فايق بيخش الجيم الفرقه شكلها بيتحول. فاحنا كنا يعني والمحترف طبعا، بس كمصري اسماعيل احمد، وطبعا المحترف بتاعهم كويس جدا. ما بيعملش حاجه، شوط ثلاثه، اول ما شوط ثلاثه اقول لهم ادي ثلاثه، هو في الهواء رايحه. ممكن بسم الله ما شاء الله يعني. كان هداف كاس العالم. ده لعيب مصنف يعني. كان هداف كاس العالم. والله. لعيب مصنف، مصنف جامد. هو نادي الاتحاد بيجيب محترف كل قد ايه طبعا يعني. لا لا هو محترف زي ما قالوا يعني، جاب في ايطاليا في كاس العالم 40 نقطه، فاحنا عارفين ان هو سكورر. بس يعني كنا بنركز على نقاط ضعفه قد ما نقدر، بنحاول الجهاز الفني مدينا تعليمات ان احنا نقفل عليه شويه حاجات فنيه يعني، ان احنا ما نسهلوش. هو كده كده في لعيبه هتجيب سكور، هتجيب سكور طبعا، بس لازم تخليه ياخد القرار الصعب، الشوطه الصعبه، في وقت هيضيع ولازم يتعب، ونغير عليه كذا حد يمسكه. بس قدرنا نقفل يعني دفاعيا، ان احنا الثلاث ماتشات اللي كسبناهم دفعنا بشكل كويس جدا. يعني في ماتشات، هم الماتشين اللي كسبوهم جابوا حاجه و80 يعني، جابوا سكور كسروا 70 نقطه. تحت كده احنا بنكسب يعني.